غادي نمشيو لواحد المول فين كاين اغلبيه ديالو مسلمين ونشري واحد اللبسه ديال المحجبات وهي دابا نتغداو معايا في لان فيها واحد البلاصه اللي كتلعب بنيته فيها داك التحليقات منها كتاكلي ومنها البنت كتلعب بالتحليقه وداك الشيء ومن بعد شنو اللي كتبتات بهاد البيتزا كيديروا البيتزا في العواد يعني كطيب على الطريقه القديمه بحال اللي في الباديه يعني كطيب في العواد ماشي كتجي منينه المهم ها انتما معانا كليانه ديالهم يعني ديما كنشري من عندهم حوايج المحتجبات هنا بالنسبه للمغربيات والجزائريات اللي هنا العرب اللي هنايا انا ما كنتش كتلقاو حوايج الحجاب غادي تجيو عند هاد الناس هنايا في هذا المول ديال الفالنتينا عندهم حوايج المحتجبات الطوالين وعندهم مصمم ازياء عندهم كيصمم ليهم كاع الفساتين وهاد الحوايج اللي غادي تشوفوا معايا وانا قبل يعني دخلت وعجبتني واحد الكسوه قلت علاش لا ما نوريكم شي حوايج وتشوفوا معايا هكا لي موديل وشو صمم ليهم المصمم هادي زوين شوفوا اللون ديالها هاد الحزام هذا كيجي هكا بالشكل بحال الشكل اللي دايره انا هذه كانت صيدة معروضة تلبس هذه الأكياس تحت الشكل ديال هذا بالنسبه للمحجبات اللي ما كيلقاوش حوايج ديال البحر يعني البيكيني ديال البحر هو تتباع هنا وهادو مثلا الكساوي ديال الخروج بحال هكا زوين هاد اللون بحال هكا كيكونوا فيهم قميجات وهادو بحال هكا كسبه طويله هاد الستيل ديال القميجة وهي طويلة المهم انا وريتكم الانواع كاملين قولوا لي في التعليق شكون هي اللي زوينه حيت بغيت ناخذ من عندهم واحد الكسوه هكايا ونحضر بها واحد المناسبه وهادو لي حجاب ديالهم يعني كتاخذ كسوه والحجاب ديالها
نوريكم البنيزات الصغار ورين اللي بغيتو تلبسوهم هكا حويجات في العيد طلعانين ها انتم الدره ديالها ها انتم هنا قسم ديال الرجال دابا مثلا تاخذ شي حاجه من الصغار ديالك هادو ديال الوليدات الصغار ولا تاخذ شي ديال الوليدات ديالكم في العيد دابا العيد الاضحى قرب ممكن يلبسوا هاد العيد ولا هادو هادو بالنسبه للمحتجبات اللي غادي يخرجوا مثلا بالجيم هو ديال كاين هاد اللبسه حتى هي بالسروال ديالها هذا السروال ديالها كلاس بحال هكا بغيتي تمشي بها الخدمه انا ديما كليانه ديالهم يعني ديما كناخذ من عندهم هكا اللبسات وداك الشيء وصراحة طلبت منهم انني نصور المقاسة ديالهم هكا باش قلت لهم انا كاين بزاف المغربيات هنا والعربيات يعني ممكن يجيو لعندهم ويشوفوا مثلا في الفيديو ديالي اللي عجبتهم شي حاجة وداك الشيء ويجيو لان كاينين بزاف البنات كيلقاو مشكل انهم يلقاو ملابس ديال الحجاب هنايا في جزيرة مرجس المهم بغيت نوريكم ملي كناخذ حوايج الحجاب ديالي المهم دابا غادي ناخذ شي كسوة ولا جوج غادي نجربهم وانتم تقولوا لي في التعليق من بعد شكون هي اللي زوينه انا عجبتني هذه بزاف شوفوا معايا فيها جوج ديال لي بياس ولكن ما لقيتش هذا اللون يعني غادي ناخذ هذا اللون هذا هذا هو اللي غادي نجربه غادي ندخل داخل وغادي نجربه حيره واش ناخذ هادي ولا ناخذ هادي هادي ديال الخروج وهادي ديال المناسبات هو انا كنت معروضه لواحد العشاء عشاء لقيت حيره المهم انا جربت هادي وغادي نجرب حتى هادي ومن بعد قولوا لي في التعليق يعني نقد نبدلها المهم تقولوا لي في التعليق شوفوا كيفاش كتجي اي بلاصه كذا هادي ناخذ نجرب هادي هادي فيها دو بياس هذا الحجاب ديالها هي جاتني شويه كبيره غادي ناخذ الاخرى حيت انا فكرت مثلا قلت الاخرى يعني غادي نمشي بها لبزاف د البلايص خرج بها خرجات عاديين يعني نمشي نتشاو بها وكلشي ولكن هذه خص ضروري هي الحضور بحال هكا المهم بغيت نقول لكم واحد المعلومه مهمه ان هذا المول اغلبيتهم مسلمين يعني السوبر مارشي اللي كاين هنايا ما فيهش الخمور ما كاينش لحم الخنزير ما كاينش حتى شي حاجه يعني اللي يعني بغي من الناس اللي في الدول العربيه يعني بغاو يجيو لهنايا يجيو لهاد فالنتينا مول يعني سيغ يعني بالتاكيد كلشي حلال هنايا حتى الماكولات والريستورات اللي هنايا كلشي والمطاعم كلهم حلال يعني انا غادي نبدل ديال الرجل ديال الحج يعني اللي بغى يمشي للحج ولا العمره يعني ممكن ياخذهم من هنا وهادو السيدات حتى هما ديال الحج ديال الطن يا يعني لاحظتوا كل الحوايج كامل فيهم هاد زاريه يعني انهم مصمم ازياء ولا كيصمم لهم عندهم لا ميزون ديالهم كيصمموا هاد الازياء كامل بحال هكا يعني
ديال الحج. منين جيت لهنا ونلقى هادي مكتوبه فيها سيل، يعني راه باين دايرين بروموسيون زوينه عجبت هنايا، يعني معظم ديال الكتاب هنايا غادي تلقاو مثلا 10% 20% تتوصل تخفيضات حتى 50%، وانا عجبتني هادي بزاف، هادي غادي ناخذها نخرج بها تاهي. هادي راه قطن تاهي عجبتني بزاف، سبورتيف وتفوت بها كبس برديلة وتفوت بها سهرة. المهم هاد الناس راه عندهم ثلاثة ديال الحوانت ديال المحلات، كاين محل في بورتويز، كاين واحد في بيبيب، وكاين هنايا في فالنتينا. غنخلي لكم كلشي اللينك في صندوق الوصف، كاع المحلات ديالهم التليفون ديالهم باش تسولو على شي حاجة وكلشي. هذه اللي قلت لكم غادي ناخذها حتى هي، شوفوا فيها لي بوشيت الجيوبه، واصلا انا ما تنبغيش حاجه مزيره، يعني تنبغي نكون على راحتي، يعني خديت لاطاي اللي فتني شويه باش نكون على راحتي، تعرفوا مع الوليدات تهزيها تحطيها البنت، يعني هذه صراحه عجبتني بزاف هذه، يعني عمليه يعني الخرجات وكل شيء. المهم غادي ناخذهم بجوج وانت تقولي لي في التعليق كيفاش جاوني. وكاين حتى الحوايج ديال الدراري الصغار بحال هكا ديال العيد، الا بغيتو تشريو ليهم بحال هكايا الحجاب ديالها بكلشي ديالها. حاجه زوينه. ميرسي. ميرسي. جزاك الله خير. جزاك الله. حيت كاين يعني عجبتني البروموسيون زوينه وخديت جوج. في هاد المول غادي تلقاو ريستورون كلهم تقريبا حلال، لانهم يعني ماليهم مسلمين هنا، بحال هكا الناس مسلمين يعني كيطيبو هاد الشي. شوفوا معايا الاكل الموريسي هنايا، هاد البولات دو كوا فوماج، هاد البولات دو فوماج ديال الجبن بيتا ما؟ كروفيت، كروفيت ديال السمك، بزاف الفولات، هاكا كتقولي الفولات بحال هاكا كيديرو فيهم بحال لاسوب كيعطيوها لك كتسقو لداخل، شنو لي بولات الأنواع ديال لي بولات، العشاق لي بولات العرب اللي غادي يجيو لهنا لهاد المول فالنتينا، جو عند هاد الناس راهم مسلمين كيديرو الأكل حلال، وكلهم عندهم هنا مختلف الأنواع ديال الدجاج. هاد الدجاج هنا بحال الدجاج ديال كي اف سي بحال هاد الشكل، ما يعرفش داو بحال كاسكروت، انا نمشيو للدار انا مطيبة طيبت عد خرجت، ومن بعد عطينا ندولك. شنو خدينا؟ هذا هو الدجاج اللي خدينا، وهذه البولات اللي خدينا، خلطه فيها الدجاج، فيها ديال الفرماج، فيها ديال اللحم. كما قلت لكم هذا المول كله مسلمين، يعني فالنتينا مول غزال صراحه، في اكل لذيذ.
الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاعجاب والاشتراك بالنسبه للناس اللي كتشوفني اول مره. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.